إلى موضوع آخر، تشتهر ولاية غليظان بإنتاجها الوفير وجودتها العالية للبطيخ الأحمر، حيث انطلقت هذه الأيام عملية جني هذا المحصول، إذ حققت نتائج جد مرضية بفضل الاستعانة بعدة خبرات محلية في انتقاء البذور. المزيد في تقرير حمزة زروقي والنجمة بوكرشة. انطلقت هذه الأيام بولاية غليظان عملية جني محصول البطيخ الأحمر، ونظرا لعدة عوامل منها خصوبة التربة ووفرة الإمكانيات وحرص القائمين عليها في انتقاء أجود أنواع البذور، حققت نتائج جد مرضية، حيث فاق الهكتار الواحد إلى 600 قنطار وبأجود الأنواع. فيما يخص الإنتاج تاع الدلاع، راه منتوج وفير، والنوعية هذه نوعية يسموها زكرو، تجيب من 500 ل 600 ولا 700 قنطار في الهكتار، والحمد لله سلعة عجبتنا و حققنا انتاج لا بس حققنا انتاج زين ووفير بربي ان شاء الله. الاستعانة بعدة خبرات محلية في انتقاء البذور هو ما تفطن إليه الفلاحون للرقي بالمنتوج المحلي وتغطية السوق المحلية وفق ما يتطلبه السوق وذوق المستهلك. فيما يخص أنواع واحدة أخرى سيناهم العام هذا وخرجوا لنا ملاح، بربي إن شاء الله العام الجاي نكبروا المساحات وبيكون عندنا إنتاج كثير شوية ونزيد إن شاء الله أنواع واحدة أخرى ونغطوا السوق المحلية. الفلاحون يسعون إلى تجربة أنواع أخرى من البذور بنوعية عالية لرفع الإنتاج إلى الضعف مقارنة بالنتائج المحققة هذه السنة، والهدف الأسمى هو تغطية السوق المحلية.